اجتمعنا اليوم مع أخواني أصحاب السمو المعالي وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وذلك استمرارا لموقفنا الموحد والثابت وانطلاقا من مسؤولية دولنا تجاه شعوبها وأمتها العربية ومحيطها الإقليمي وحرصها الشديد على صالح المنطقة ومستقبلها وعلى الأمن القومي العربي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار لكافة الدول والشعوب العربية على حد سواء. كما يأتي هذا الاجتماع استكمالا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعنا في القاهرة وضمن التنسيق والتواصل التشاور القائم والدائم بين دولنا لبحث الجهود الهادفة لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب ومدى جدية تعاطيها مع المطالب الرامية لإنفاذ الاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية وإنهاء ممارساتها السلبية التي تخل بأمن المنطقة وتهدد الأمن والسلم الدوليين. واسمحوا لي أن أقرأ عليكم البيان الصادر عن الاجتماع. اجتمع وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة في المنامة يوم 30 يوليو 2017، في إطار التشاور المستمر حول أزمة قطر وضرورة إيقاف دعمها وتمويلها للإرهاب وتهيئتها الملاذ الآمن للمطلوبين قضائيا لدى دولهم وللمتورطين في الإرهاب وتمويله ونشرها لخطاب الكراهية والتحريض وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة، أعرب الوزراء عن الامتنان والتقدير لتفضل حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى باستقبالهم والاطلاع على رؤية جلالته الحكيمة لتحقيق المصالح العربية المشتركة واستمرار التضامن الوثيق بين الدول الأربع فيما يتصل بكافة التحديات التي تواجهها. واستعرض الوزراء آخر التطورات إزاء أزمة قطر والاتصالات التي أجروها على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا الصدد، مؤكدين استمرار التنسيق الوثيق فيما بينهم بما يعزز من التضامن بين الدول الأربع ودعم الأمن القومي العربي والقضاء على الإرهاب وحفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي. أكدت الدول الأربع على المبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة والتي تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله ورفض التدخلات في شؤون الدول الأخرى التي تتنافى مع القوانين الدولية وأهمية تطبيق اتفاقي الرياض 2013 و2014 والذين لم تنفذهما قطر. أكدت الدول الأربع على أهمية استجابة قطر للمطالب 13 التي تقدمت بها الدول الأربع والتي من شأنها تعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف بما يحقق أمن المنطقة والعالم. أبدت الدول الأربع استعدادها للحوار مع قطر شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتنفيذ المطالب 13 العاجلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم. أكدت الدول الأربع على أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه قطر تعد من أعمال السيادة وتتوافق مع القانون الدولي. ثمنت الدول الأربع الدور الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لحل أزمة قطر في إطارها العربي. واستنكرت الدول الأربع قيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء
وأشادت في هذا الصدد بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. واتفق الوزراء على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهم في ذلك بشأن الاجتماعات القادمة. وكما هو انتهى البيان، وكما هو واضح بأن البيان المشترك قد تم التأكيد فيه على الثوابت والمبادئ المتفق عليها على أساس الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي والمطالب 13 المبنية على المبادئ 6 التي تم اعتمادها في اجتماع القاهرة في 5 يوليو والبيان الصادر عن الدول 4 بتاريخ 6 يوليو 2017.